هل يجوز صيام الست من شوال ثم صيام القضاء من رمضان؟ الأحوط أن الإنسان يصوم القضاء أولاً ويصوم الست بعد القضاء، لأن هذا ظاهر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال، فإذا كان عليه قضاء يصومه حتى يصدق عليه أنه صام رمضان ثم يصوم بعده الست من شوال. نعم.